وصلنا صفحة إغريقية. بابا أصبر بابا أصبر بابا لحظة مو حاطين في قفشة غشينا هذا. مش هالشي اللي كانوا بشين أغرفك بالله ها؟ بالمشط؟ والله أصبر بابا أصبر حبيبي. أغرفك بالمغطات. إيدي أصبر. أغرفي. مغطات. إيش سويت؟ إيش سويت؟ لا يا رهيب، لا يا بابا لا. زينك الحين؟ تا 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 تا. تعال حبيبي تعال. ما اصبر بابا ايش تسوي؟ اوكي قفشه. شو؟ اي زين سويت. تعال شوف تعال بابا. اغرفي خلصنا اغرفي. وين اخليها انا؟ بس خلصت ها جاهز جاهز جاهز. هذا كله جداول. مكيال واحد ضعي مكانه انت بس خلاص هذا باكر نقراه الليله انا اذا نام انت انا اقرا كل هذا. مش لازم نغسل هذا قبل مباراة. أنا ناسي دقيقة 48 آخر مباراة. زين شنو هذا؟ خلي بابا باش لك في البابا خلنا نشوف المباراة. عبد الصمد مرفاوي. أوه طنقة. يا رهيب اقعد مالك شغل خلنا نشوف المباراة. ما راح ينفعك هال بارا بشوف المباراة. مرمى حساف على المباراة باكر اعرف النتيجة من الرابع. انا عندي لك خوش مفاجأة بس غري لك الطيب. يلا خش اقعد طالع التلفزيون حاطين لك فيلم. تعال شوف هني زين هذه هني شكلك كأنك ثاني ابتدائي وصاغت 6 سنوات. هاك هاك شو قاعد اربطان اوقف يا رهيب.
اوقف هذا الشيء نظف وراك انت الحين اوقف. زين وهذه هم عشان اذا ضعت اعرف وين رحت. بس ناقصني ورده بعد اسوي لك ورده مثل بنتي. شوف صاير أمورة أمورة شطرة عصفورة حلوة تتنطط. الالو الو يا حبيبي. هلا هلا عمري وصلتوا؟ شو اخبارك؟ زين الحمد لله عسى خلصت الشغل. من حق ايش؟ عندي ضيوف. ضيوف في البيت؟ ايه ضيوف غير طبيعيين بعد. بيت يا ظالم؟ يبا لا يروح بالك بعيد. الو الو ايش فيك؟ الو ما تصدقين انت قاعده كلنا نقدر نقول ما ايش فيك انت؟ انا بيك فقد الطياره. ليش المخاسير؟ انا جايك بعد كم يوم. سدد الخط. اي والله ورطه والله ورطه من ورا راسك انت الثاني. تفهم تفهم انا شكو فيها. لو سمحت. الو مكتب قلسم شتكيل الخدم. لو سمحت بغينا خدامه مرتجعه ماشي نبيها مربيه حق اسبوعين. جايكم انا الحين. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي حنا اتصلنا فيكم بخصوص موضوع الخدامة. ذكرتك. أنت اللي جيت مع أمك؟ أي أمي أخوي. أنا أمي صار لها 4 سنوات ما طلعت من البيت. ولا أبوك ولا أخوك ولا عمك ولا جدك؟ لا أخوي أنا داق عليك بخصوص قلت لي عندك واحدة جاهزة. ذكرتك. لحظة شوي أبوي. ألو مراد. ها
هات لي ثلاث من المخازن الله يسلمك. اي استاجر فيهم. يعطيك العافية. ثلاث؟ شوف لنا أي شيء عندك، ما عندك واحدة مسترجعة. المسترجع الله يسلمك راح تكلفك. ليش كم معاشها؟ معاشها 45 والمكتب 420. لا أخوي لا لا، احنا شوف لنا واحدة نص عمر سكند هاند. نص عمر سكند هاند. لحظة. اي والله تكفى. الو مراد هني؟ اي اعطيه. اي مراد، شلونك ما طلعت لنا حلا؟ هات لي المجفتة اللي بالركن. اي اي رد ثلاث فتة. يلا يعطيك العافية. شو مجفتة؟ انت ايش تشتغل؟ من انت؟ انا الله يسلمك ابو سعود نشا. ما قلت لي وش رايك بالنسفة؟ كنت مستعجلة اليوم والخدامة الله يسلمها ضربت القطرة ووجهي بالنشا. تعال انت ما تبي خدامة. انا اصير لك المربية واصير لك امك وابوك وكل شيء. اي امي انا كان مهرها 400 ربية. والخدامة انا قلت ما حصلك الا هني. الصدق رحت المكتب قالوا لي طلعت اول حين طلعت. دقينا عليك تليفون ردت علي وحده قالت الجهاز مغلق. قلت لها مشكور وما قصرت وي منك. ايش رايك يا اخي؟ رد على البيجر. دقيت عليك بيجر وحطيتك رقم 10 وهم ما ردت. وانتم يا تجار ارقامكم يا بالملايين ولا بالالوف وفوق؟ صالح ايش تبي؟ خلصني يا صالح، ايش بغيت؟ وفهد انا ما حد يعطيني وي في هالدنيا غيرك انت. ادري والله ادري من زمان. بغيت فلوس؟ مشكلتي أكبر من الفلوس. أكيد مشكلتك ويا الأهل. أبو فهد أنا طايح بمصيبة. مصيبة؟ لك كنت دعمت أحد. إيش دراك؟ واللي دعمته؟ دعمت هذا. تيس؟ لا رهيب. دعمت أنا وتسببت فيه. أنا أحبه الحين، تولعت فيه، عالجته وما أقدر أفارقه الحين. زوجتي تغار منه. أختي صارت أسخرة. إيش بغيت؟ بغيت حل ما يعور قلبي ولا حتى بيتظالم. يبا أعطيك فكرة اقتصادية سليمة وتجارية بنفس الوقت. بيعه 50 100 وأنا وياك نسوي مندي وناكله. إيش رأيك؟ أمشي 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 أمشي. تعال معي. أحمد ربك اللي أنا داعمك مو أبو فهد. اقعد العب رياضة انت ثاني لما يصير جسمك مثل هذا. ايش رايك انت ويا 200؟
احاسب انا ها؟ خلي جنيه زين؟ يلا احاسب اي معود قضب عيالكم قضب استراكم شنو هذا؟ هم مسرع هم عندك عين تردها؟ اي شنو يا معود قضب استراكتك انت؟ هاي بصخه هاي رهيب هذا هذا رهيب؟ يا معود ايش هذا؟ زين رهيب هذا روح يا معود لا تدس عليه مره ثانيه خلاص ركبتوا طيارات هنا خلاص؟ يا معود روح روح انت يبا شلايتي انت ما ينفع وياكم روح يا معود انا اروح انت ما عندك احساس خلاص حمل الوداع حكم الحريم علي وعليك انكتب مين السبب ما يهمنيش مين السبب مش حسألك مين انتلف مين اللي داع أودعك آخر وداع آخر وداع أودعك يا تش يا ضايع رهيب يا ضايع تلبس حتى الحفاظ من كل قلبي آسف خلاص ما أقدر أجيب لك أغراض من كل قلبي آسف خلاص ما تلبس حتى الحفاظ من كل قلبي آسف خلاص ما أقدر أجيب لك أغراض أنسك وشيبك أنا وكيف أشيبك أنا أنسك وشيبك أنا وكيف أشيبك أنا
قلبي انا ما بقاش خلاص حمل الوداع، حكم الحريم علي وعليك انكتب. مين السبب ما يهمنيش مين السبب، حكم الحريم علي وعليك انكتب. مين السبب ما يهمنيش مين السبب، مش هسألك مين انت لف مين اللي دا. آخر وداع آخر وداع هودعك يا تش يا ضايع رهيب يا ضايع. والله إنه رجال مخبل، يا لنا بهذا الوجه.